إنسان على الأرض أول ما ابتدى. أخ قتل قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان يضعف الموتى، إنسان يضعف الستة، إنسان عالموهبته، إنسان جبنة وجرته، يبقى هو الإنسان. المستشفى واما سعد فسعد في البيت. ايوه عنده نزلة برد. ايش صار عند سعد غير نزلة البرد اللي تقول عليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وشنو اللي بيخليك تعتقد انه صار شيء؟ سببين. الاول وانك على غير العادة قدمت اخبار نواف على سعد. والسبب الثاني سعد مستحيل يتأخر عن استقبالي بسبب نزلة برد.
تقول ولا تريدني اعرف نفسك؟ لا 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 خلاص هقول لك كل شيء. انا متاكد انك عاقل وبتوصل لمثل هذه النتيجه، وهذا الشيء يسعدني. المهم ما شيء نختلف احنا في هذا الامر، طول ما نحن متفاهمين الامور بتمشي مثل ما نحن نريد. بالعكس الاختلاف بيننا ما لصالحنا. لو تخف من اسلوب التهديد اللي يتكلم فيه دائما. ان شاء الله وتحت امرك. ايش بعد؟ لا تقسى على واحد يا سعيد. انا اقسى على اختنا الوحيده؟ كل مره تتعب فيها وعد بسبب ماجد ومطالبته اشوف في عيونك فرحه كانك تستمتع بعذابها. لا لا في هذه اظن انك بدك تبالغ شوي. انا ما قصدت لا اعذبها ولا اكون قاسي معها، لكن انتوا الله يهديكم ما مستقرين في قراركم ضد ماجد، وهذا الشيء بصراحه يخوفني. ما اعطيني فرصه اشوف فيها وعيك، وان شاء الله ما نختلف ونوصل لحل يرضي الكل. يا ليت، وانا متاكد انك بتقدر. انا بروح. الله معك. راشد ايش قال لك قاسم؟ اتفقنا نكون صريحين مع بعض. كان يلمح انه يعرف ايش اللي صار يوم السباق. طمن، لو كان عنده شيء ضدنا ما كان سكت كل هذه السنوات. زعلك باللي سمعته باللي صار مع سعد؟ المهم انك خلصت موضوع نقل الكفالة. انا كنت بتكلم عن سعد. عارف سعد زعل من اللي سمع، وكونه سمعه من وعد هذا يخليه يصدق. هذا كل شيء. أنا ما بخفى عليك، هو ماخذ على خاطره كثير. زعله ما بيغير أي شيء من حقيقة اللي صار زمان. وأنا الله يقدرني ويوضح لي الصورة مثل ما أنا عشت. طيب هتروح الشقة عنده؟ لا، بنروح البيت عندي، ومن هناك أنا بتصل. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك يا سعد. كيف صحتك الحين؟ أحسن؟ الحمد لله. ما توقعت إنه بيجي يوم وتزعل مني فيه يا سعد، لكنه جاء. وبدون ما أسمع تفاصيل اللي قالته عمتك وعد، فأنا أقول لك أنه صحيح.
لأنها ما تبكي، ولأنها روتها من زاويتها هي. أنا كل اللي قالته يا سعد ويمكن أكثر، لا أكذبها ولا أبرر نفسي. سعد تسمعني؟ أسمعك. بالنسبة لي يا ولدي ما في شيء يتغير اتجاهك. شوف انت ايش اللي يتغير من ناحيتك اتجاهي واعمل على اساسه. تصبح على خير. عليك بالنور. ابشرك انا وافقت اني اشتغل معاكم في المخازن. نواف. نعم. خليك مع اخوك وياك تضغط عليه في اي شيء مهما كان. حاضر. يلا صبح على خير. وانت انك تقول لسعد كل حاجة ومن زمان. كل شيء في وقته يا بلطف. المهم خلينا نتكلم في الشغل. لازم نسويه في الأيام اللي جاية. الحاج عبد السلام كان بيسألني مبارح عن موعد وصولك. هذا ايش يريد مني؟ ليش ما يخليه؟ ماجد ليش ما كلمني طول هذه الأيام؟ إيش اللي صار لهناك ومنعي يكلمني؟ معقولة؟ معقولة ما كان يقصد ذاك الكلام اللي قاله؟ أنا مسافر أسبوع وبرجع. المرسى بيكون في انتظارك. أنا عارف إنك تكرهني. طيب اهدأ اهدأ واستريح علشان نعرف نستمر في الكلام. استريح. أنت تعرف أنا وهي إيش كثر كنا نعز بعضنا بعض. ها هذا انتقلتها. كنت. والدليل إن الطلاق صار له سنين وما فكرت إنك حتى ترجعها إلا بعد ما سمعت مني أنا إنها بتتزوج. إيش معنى هذا؟ معناه إنه أنا أريدها وما ممكن أتصور إنها ممكن ترتبط بأي واحد ثاني غيري. وهذا اللي بيصير. أنت ليش ما راضي تصدق؟ لأنها بعدها. لأنها وعدتني بهذا. اسمع آخر الكلام مني يا زايد. كلام وصلك وانت فهمته. هي بتتزوج من غيرك بتتزوج سواء انت رفضت او وافقت. واي تصرف منك يخرج عن نطاق المعقول لا تلوم لنفسك. من زمان ما سمعتك تتكلم بهذا الاسلوب. ايام ما كنت في الوزارة وكأنك تهددني بنفوذك. أنا أقول لك عن حقنا اللي يخصنا إحنا وبس. أما الرابط اللي كان يربطنا هو زواجك من ختنا. لكن الحين خلاص أصبحت ضيف لا أكثر ولا أقل. أنا أسفة يا أخوي الحاج، هذه المشاكل كلها صارت بسببي.
زواجك لازم يتم من ماجد وبأقرب فرصة. ايش السر اللي بينك وبين زايد علشان يرفض انك ترتبطي بواحد ثاني غيره؟ هذا السؤال اجابته مهمة. اتذكري انك بتتزوجي اخوه ماجد. ساعدني اتزوج ماجد وهذا اللي بيصير ان شاء الله. You know, Majid, marriage is the end for a man and the beginning for a woman. True. And lovers are like sick people. They hallucinate of whatever pleases them. I will accept anything from you, but to leave me when I need you. The most certain thing is that I will never leave you because I need you even more. Do you know why I agreed to marry you? I would say because you love me. Because you were honest with me from the first day I met you. I'm sure that Orestes and Elena think otherwise. Try to stay away from them until I leave this world, okay? Didn't you just say that marriage is the beginning for a woman? Yes. And I also said that it's the end for a man. ايش نسوي؟ ما مكتوب لي اذوق عسقة الرطب، بس زين نشم نسمة النيل. انا اضم بلادي في صدر على امل اني ارجع في يوم وانت معي. انا بالنسبة لي اي بلد انت فيها تبقى بلد. ماجد، ايه اللي ممكن يفرقنا غير الامتحان؟ الحياة. معك حق يا ماجد، الحياة بتفرق وأحيانا بتجمع، بس الحب اللي يجمع ما ممكن يفرق، واللي يجمعنا الحين يا دلال هو الحب. دلال هي زوجتك الثانية؟ نعم، وأنا كنت زوجها الأول. أنا آسف يا رقية، كان قصدي أقول أني كنت أول إنسان في حياتها. مالك؟ ماجد، أنا ما كنت أبالغ لما قلت لك بأن هذه الليلة هي بداية حياتي. ده
ليش ساكت يا راشد؟ كلامي في محله ولا لا؟ هذا الشيء كنت أريد أكلمك فيه، بس قلت أتأكد بالأول. شداد مخلية تحت الرقابة الصحية، قسم الأمراض المعدية. رضية كل يوم في ضيق، تحاول تخبي شيء احنا ما نعرفه. حتى الابتسامة صارت صعبة عليها لأنها شايلة هم فوق طاقتها. أتمنى يكون بخير وما مصاب بهذا المرض اللعين. كلنا نتمنى، بس إن شاء الله ما فاتنا شيء من كلامكم. الظاهر أن فاتك الكلام كله. راشد، سالفة مرض والدك شداد، أشوف رقدته في المستشفى طولت. هذا اللي كنت خايف منه. كلهم فيهم سمع وبصر، وصحتك اللي تسوء يوم بعد يوم تثير الأسئلة. كل أسئلتهم لها إجابة واحدة، هي مثل الجبل على صدري، مثل الكابوس، مثل الرعب في حياتي. أرجوك تهدأ، هذا قدر وامتحان. شداد، إيش فيك؟ بطني يا رضيع، بطني. يا الله، يا الله، الله يستر، يكون هذا مرض ثاني. حالة مستمرة من الإسهال الحاد، وللأسف في بعض الأحيان ما عنده قدرة التحكم عليه. معناته جسمه صار ما يقاوم أي ميكروب جديد. نواف، هذا بيظل كذا على طول؟ يتخلص من مرض ويتلقى مرض؟ هذا هو، وأعتقد هذه المرة ما بيسمحوا له بالخروج. وحتى لو خرج يا ولدي، نفسيته في البيت وهو على هذه الحالة بتكون سيئة. أنا أشك إن الكل بيعرف طبيعة المرض. بعدنا في مجتمعاتنا الشرقية تحديدا ننظر لمرضى الإيدز والمصابين فيه بنظرة ناقصة. هذا شيء طبيعي، لأن أساسا مرض مهلك. النظرة يا أولادي لأسباب المرض نفسه واللي الناس تشوفها نقيصة. بس أسباب مرض الإيدز مختلفة. أول شيء ممكن يجي علينا من بلدان غريبة، أو عن طريق نقل الدم من مصاب، أو عن طريق استخدام أدوات مصاب، أو عن طريق الأم الحامل إذا كانت مصابة، أو عن طريق الممارسة الخاطئة للجنس وبطريقة غير شرعية. وهنا مربط الفرس. هنا تكون نظرة الناس للمصاب إنه هو أخطأ ويتحمل خطأ. هو أخطأ ونحن اللي لازم نتحمل خطأ. أأكد لك إن عائلته تقريبا كلها عرفت مرض. هم أكيد مع الوقت بيعرفوا يا ولدي، بس أنت كيف تأكدت في هذا التوقيت بالذات؟ لأن كلهم كانوا يسألوا الدكتور خالد المعالج لحالته بصورة ملحة. هذا هو الحدث الجديد. يا ترى كيف بيتعاملوا معاه بعد اليوم؟ هذا بعدين بيجيب لنا الأمراض. هذه فضيحة للعيلة. مريض بالإيدز، هذا مصيبة حلت على ولد شداد. شداد ما يستاهل اللي جاء. إلا يستاهل نص، يستاهل مليون بعد. قام نصحته إنه يلتزم بس ما سمع الكلام. أبوي، هذا الكلام ما يقدم ولا يأخر. الحين شداد محتاج لنا كلنا الحين، واحنا لازم نوقف معه. اها، اياني وياكم حد يزوره. تريدوا تنقلونا المرض؟ يعني ايش يا زايد؟ ما تريدنا نزوره ونخفف عنه؟ تخفف عنا بزياره ويثقل علينا بالمرض؟ وحتى رضيه
لازم تتوقف عن زيارته. لا يا زايد، هو محجوز الحين وفي إجراءات مكثفة لسلامة اللي زوره. أنا ما أريد ولدي يكون مثل المنبوذ. كلام عمتي واحد صح، نحن ممكن نزوره، المهم إنه ما نخلي بروحه، هو حالته حرجة. وأنا هذا رأيي بعد. أمال ما موافقة؟ مستحيل يا قيصر تروح تزوره، وربية لازم ترجع. فيك بنتي يا زايد. هذاك ولدي يا جماعة، ولدي، أخوك يا ماجد. بسكم من كل هذا. أنا قلت الزيارات تتوقف، يعني تتوقف علشان نضمن أن محل يتزفت وينعدي، والكلام هذا يسرع على الجميع. لا تفرض على أحد شيء مثل هذا، وكل واحد حر في نفسه. حر في نفسه إذا كان عايش بروحه، كلنا ناكل من صحن واحد، وإيش ذنب أنتي رضية تتأذى؟ حبيبي خلا معكم. من بيأذي أمي؟ أكيد أبوك، ودابا بيأذيها. علي ريان حبايبي، أبوكم عمره ما أذى أمكم، تأكدوا من هذا الشيء. يلا حبايبي تعالوا معي فوق وأنا أفهمكم كل شيء. يلا خلا. وش ذنب هذول الأبرياء إنهم يتضرروا؟ لا هم ولا أمهم رضية بيتضرروا بإذن الله. هو إيش الضمان؟ هذا ما في الشهاقية، في الإيدز. خلاص يكفي، انتوا عمين تتكلموا عن واحد منكم وفيكم عاش طول عمره بينكم. أنا ما أقدر أستحمل هذا الكلام، ما أقدر أسمع هذا الكلام. راشد، راشد زايد، هذا الكلام ما يصير. اللي ما يصير هو الكلام اللي جالسين تقولوا عليه، هي كلمة وما عليها زيارة كلام. اللي يكرر زيارته أنا ما أريد أشوفه ولا حتى أتعامل معاه. أكيد حبايبي تعرفوا إنه أي إنسان معرض إنه يمرض، بس ما يقولوا إنه مرض مادي. في مثل مرض أبوكم العدوى ما تنتقل لمجرد المصافحة أو إنه يجلس معاكم. وبعدين يا علي، يصير تزعل من بابا وهو مريض؟ هو اللي كان يبتعد عنه. هو كان يبتعد عنكم لأنه كان يخاف يعديكم، لأنه يحبكم، ولما عرف إنه ما ممكن يعديكم حب إنكم تكونوا معه. وانتي يا ريان، معقولة تخلي ماما لوحدها مع بابا؟ أنا أريد أكون مع ماما وبابا لأني مشتاقة بابا. وانت يا علي؟ أنا بعد أحبك. زمان ما سمعتك تقول لي انك انا كنت جالس اكبر قدامك، بس انت خليتني اكبر بعيد عنك. ما عرفت أحيانا كنت أشك إنك أبوي. جاي تسألني الحين وتريد تربيني؟ أنا حتى ما أتذكر أنك علمتني الصلاة، أو حتى إذا سألتني إذا كنت أصلي أو لا. هذا كل عقاب كل اللي سويته من زمان. Thank you.
تعال تعال تعال، انت الظاهر وراك سالفة. لا بس ما كان ينوم. أقول شو أخبار هند؟ فكرت أخطبها؟ أنا لولا جدها جوهر هذا اللي واقف لي مثل العظم في الحلق كنت أجلت الموضوع شوية. وليش ناوي تأجله؟ عشان أكون نفسي وأمور المادية تستقر. إنزين أنت خطبها بالأول. طيب شو رأيك تشوفيها بالأول؟ لا يكون ما ناوي. لا 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 بس فعلا أنا بغيتك تشوفيها. إنزين شني باكر عندهم؟ من زمان ما شفت أخوي الحاج يضحك بهذه الطريقة. هذا ماجد وسوالفه. البركة فيك الحاج وروحك الطيبة أصلا. حتى الضحك كان محسوب علينا. بعض الناس كانوا يعتبروها نقص بحكم المنصب. شوفوا فلان كيف يضحك. والبعض الآخر يعتبر الواحد سهل التأثير عليه بمجرد أن ابتسمه. ليش لا؟ اسمحوا لي أنا أستاذن، بكرة عندي مشاوير كثيرة لازم أسويها. طيب يا حاج أنتظرك بكرة في المكتب. طيب طيب صبح على خير. الظاهر أنكم بتكونوا شركاء. ليش هذه النظرة؟ اعذرني حسيت بالإحراج قدام الحاج. وهذا اللي أنا كنت خايف منه لما قررنا نعيش هنا. ماجد أرجوك الموضوع بسيط. عذريني ما أقدر أكون إلا بطبيعتي، علشان كذا أقترح ننتقل للبيت عندي. الموضوع بسيط يا ماجد. الموضوع مهم بالنسبة لي يا رقية. أنا لازم أمارس حريتي أكثر من كذا. وبعدين وين الحرج في اللي أنا سويته؟ ماجد هذا الحنان أنا ما تعودت عليه، يمكن راح أفهمك مع الوقت. بس أرجوك لا تزعل. لا تزعل حبيبي. بس تعال ما خبرتني عن أولادك سعد ونواف. أفهم من كلامك أنك بعدك ماخذ على خاطرك من العم ماجد. ما بالمعنى هذا، بس في أشياء كثيرة ما واضحة. كيف يعني ما واضحة؟ يعني مصدوم فيها. قول أنك صدقتها. لا لكني أفكر فيها. إذا لا تفكر فيها. نواف أنت إيش قاس تقول؟ أنت اللي إيش قاس تقول؟ كأنك تتكلم عن واحد إحنا ما نعرفه. بتخليني أندم علشان صارحتك باللي في خاطري. تريد الصراحة مني؟ هذا ما له إلا معنى واحد أنت تشك فيه. نواف انت ايش قاعد تقول؟ كيف ممكن تقول كلام مثل هذا؟ انت ما تعرف هو ايش يعني لي؟ لاني اعرف هو ايش يعني لك ويعني لي. المفروض انك تتخلص من اي افكار سلبيه تجاهه. انا قاس اقلب اللي سمعته ما اكثر. طيب ايش ممكن اسوي الحين؟ يا اما انك تطلب منه اجابات لاسئلتك او انك تنسى وتتعامل معه طبيعيه. سعد انت ما كنت تتحمل اي كلمه ما زينه عنه حتى ولو كانت مزاح. وبعدني كذاك نواف حاول تفهمني هذه المرة. الكلام جاء من أقرب الناس له. صدقني مجرد أفكار تروح وتجي. معزة العم بعدها موجودة عندي وبعدها مثل ما هي، لأني والله أحبها وما عندي حد غيره. أنا بعتبر نفسي كأني ما سمعت منك أي شيء الليلة. أهلا دكتور خالد. إيش في شتات؟
كيف يعني ترك المستشفى؟ طلع بدون ما أعرف، والله من التعب اللي فيني سهت عيني شوية. رضي، وكيف طلع هو في ذيك الحالة؟ معقول راح البيت بعد ما عرف إنهم عرفوا عنه؟ وأنا وين راح؟ طيب كلمي ماجدة وقيصر علشان يبدأوا يدوروا عليها، أنا بتحرك الحين. وانت يا رضيف خليكي في المستشفى لأنه ممكن يرجع في أي وقت. صلي على النبي وقول يا رب. يا رب. ماجد أنا إيش ممكن أسوي؟ ولا شيء يا رؤيا. أنت ما تزوجتني عشان أشاركك همك؟ أعتبر حدث ما توقعته من شداد. وبعدين إيش اللي ممكن تتسويه يا رؤيا؟ كلكم بتدوروا على شداد، ما فكرتوا أبداً في حالة رضية؟ معك الحق، لازم حد يوقف معها. غير ملابسك، أنا أنتظرك الصلاة. لا لا خير ان شاء الله، مشوار بسيط وراجع. زين حتى لو بسيط بس اكيد مهم، خلينا نروح معك. لا لا يا عمران، انت خليك في البيت، انا ما بتاخر. انت بعدك ما توثق فيه. عمران ما وقت هذا الكلام الحين، شخص عزيز علي طالب مني خدمه وانا لازم اسير له. زين هلال انا طلبتها منك يا اخي، خليني اروح معك، يعني اذا ما بفيدك بشيء ما بضرك بشيء. طيب تعال بس ها خف علي كثرة الكلام. أصلا ما يبغى يتكلم. خلوكم مكانكم.
تلفون مغلق. شوف هناك. وين؟ لحق 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 لحق.